ما فيش شك طبعا ان مشكله الزياده السكانيه مشكله كبيره جدا ومؤثره علينا بشكل كبير جدا. عشان كده الحوار الوطني مهتم في الشق المجتمعي بهذا الملف الهام. طبعا على هامش جلسات الحوار الوطني دلوقتي هنتابع لقاء مهم جدا مع دكتور هاله يوسف ممثل عن صندوق الامم المتحده للسكان. بالنسبه للزواج المبكر هو اساسا في القانون الطفل الزواج لا يتم إلا بعد بلوغ 18 عام سواء للفتاة أو للفتى، فده قانون الطفل أصلا. اللي كان بيناقش في هذه الجلسة كان إمكانية، لأنه بالرغم من ذلك القانون لكن أيضا بيتم الزواج المبكر في مصر دون القانون حاجة وهناك الممارسات حاجة تانية. بالظبط، فحضرتك الممارسات المجتمعية زي ما بتقول بالظبط مختلفة. فكان في اقتراح لتوثيق الزواج، انه يبقى في زي قانون بيدعو الى عدم توثيق الزواج دون سن الثامنة. وفي اقتراحات اخرى كثيره خاصه بهذا الموضوع، منها زياده عمر الزواج اصلا، يعني انه يبقى فوق 18 سنه كمان. كلها اقتراحات مطروحه تحتاج المناقشه والدليل العلمي يعني طرحها بطريقه رسميه. دكتوره هلا، يعني الجزء الخاص بالسكان المشكله فيه ان هو لا تقع هذه او حل المشكله لا يقع فقط على عاتق الدوله، لا ده كمان في جزء خاص برفع الوعي لدى المواطن، يعني عن مغبه الاسر ذات الاعداد الكثيره والاطفال الكثيره. يعني حضرتك اصبت جزء مهم جدا، انه المشكله مشكله الزياده السكانيه بالاساس هي مشكلة ثقافية. ثقافة المجتمع الناس بتسمح بالإنجاب الأكثر، وفي عندنا دوافع للإنجاب، يعني منها إنجاب الذكور، منها أنه يكون في عزوة، أشياء كثيرة. الثقافات دي بتختلف أو بتتغير بالمستوى التعليمي طبعا، والمستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي اللي هو مش والجغرافي كمان. مش بنتكلم عليه كتير الجغرافي طبعا، بس الثقافي اللي هو ايه الجزء منها الموروثات. فمش تعليم كل حاجه، تعليم جزء من الموضوع، لكن الثقافه المجتمعيه نفسها مهمه جدا. دي من ضمن الحاجات اللي بتاثر في الرغبة في إنجاب عدد أطفال أكبر، وبالتالي التعامل معاها زي ما بتقول برفع الوعي مهم جدا. لكن مهم نرفع الوعي إزاي؟ المهم إن إحنا ندي للمجتمع بجميع أفراده المعلومات اللي تؤهله لأخذ القرار. يعني لما يكون شاب في عمر حضرتك ولا يعلم، طبعا انا مش بتكلم على حضرتك، يعني في المجتمع لا يعلم اشياء كثيره عن صحته الانجابيه، وبالتالي هو في فكره زي ما اتربى عاوز اطفال كتير. لكن لو علم ما هي اضرار مثلا الحمل المتكرر على زوجته، او اضرار اللي ممكن تقع على الطفل نتيجه انه يبقى ما فيش مبعده جيده ما بين الطفل والطفل الذي يليه، مش هياخد قرار سليم، هيبقى بيتبع موروثاته. لو اديت له المعلومة السليمة هيفكر. اسمحي لي يعني عقب على حد على النقطة دي تحديدا، يعني كما قيل ان هناك مشاكل صحية السبب الرئيسي فيها هي الانجاب المبكر، زي مثلا مشكلة التقزم ومشكلة مشاكل اخرى صحية يعاني منها الأطفال بسبب الإنجاب المبكر. بالظبط. ليه بقى؟ لأنه بيبقى فيها صعوبات في التغذية، بيبقى فيه كمان نتيجة المستوى الاقتصادي والاجتماعي بعض التحديات للتغذية السليمة، وبالتالي بيكون في تقزم. التقزم ده زي ما بيقولوا عملية مزمنة لعدم التغذية السليمة،
بتؤدي الى التقزم. اخيرا دكتوره هاله، يعني صندوق الامم المتحده للسكان له مشاركه فاعله في مصر تحديدا في الجزء التوعوي، كلمينا يا فندم عن برامج هذا الصندوق ودور في مصر. برامج الصندوق الامم المتحده فيما يخص التوعوي بتبقى دايما بالشراكه مع الجهات الحكوميه والمجتمع المدني، يعني في دلائل علميه بيتم مشاركتها مع وزاره الصحه والسكان، مع وزاره التضامن الاجتماعي لاخذ المعلومات فيها للتوعيه المجتمعيه، كمان من خلال وزاره الصحه والسكان ووزاره التضامن الاجتماعي والعاملين في المجلس القومي للمراه بيتم التعامل معاهم من خلالهم وجمعيات الأهلية في المجتمع المدني لتوعية المجتمع ونشر يعني العادات السليمة. دور الصندوق هنا إيه بالظبط يا فندم؟ هل تمويل مثلا هذه برامج؟ بيبقى جزء منه تمويل، لكن جزء آخر هو التقنية، الجزء الفني. يعني انه هو النوهاو بالظبط. لأنه بيبقى عندنا كمان تجارب في دول تانية ناجحة، عندنا خبرات بنقدر ننقلها للعاملين في هذا المجال وهم بالتالي بينقلوها في مجال عملهم. ده بيبقى فقط عن طريق يعني الزيارات الميدانية ولا في وسائل أخرى يعني للتوعية؟ بنشتغل على دايما زي ما بيقولوا الشريك صندوق الأمم المتحدة للسكان هو القطاع الحكومي. وهو اللي بيحدد ايه المجتمعات الطريقة اللي نعمل فيها السليمة للتواصل معاها، الأهلية اللي نقدر نتعامل معاها ونفيدهم وندربهم علشان يبقى في اتجاه سليم جوه المجتمع.